الامتحانات السنة الثانية بكالوريا للدورة العادية على المستوى الوطني، وبمديرية أنفا يجتاز حوالي 5200 من المترشحات والمترشحين موزعين على 13 مركز. اليوم نتواجد بالمركز الاستشفائي 20 غشت، والذي خصص كمركز لإجراء الامتحان بجميع المواصفات بتخصيص مركز يعني رئيس مركز الامتحان، وكذلك العملية الأمنية المرافقة لذلك، بالإضافة إلى المراقبين ديال الجودة، من أجل إعطاء فرصة لأحد المترشحين اللي ما استطاعوش أنهم يجتازوا الامتحان في المراكز بالمؤسسات التعليمية. هذه الحمد لله نقدر نقولوا بأن بلادنا بخير، لأن اليوم في إطار تكافؤ الفرص وفي إطار تقريب الخدمات أصبحنا يعني الوليدات اللي ما يقدوش أنهم يدوزوا لظروف طبعا صحية، أن ممكن أننا نجيب لهم الامتحان وكيجرى في ظروف جد عادية. كذلك هناك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة آخرين اللي كيجتازوا على مستوى المؤسسات اللي كيبلغ حوالي تقريبا بمديرية أنفا 40 حالة، اللي كيجتازوا كيستفدوا من ظروف تكييف كمرافق أو تكييف الامتحانات أو زيادة في ثلث المدة الزمنية. فبالتالي هذا كيبين على أساس أن طبعا في إطار مراجعة المنظومة ديال الامتحانات وفي إطار تكافؤ الفرص يتم تلبية الحاجيات الخاصة لجميع الفئات. نتمنى لهذا الطفل النجاح إن شاء الله. وكذلك أود أن أشكر بحرارة أولا الأم ديالو اللي مرافقاه ومسانده، وكذلك هو على الشجاعة ديالو والرغبة ديالو في مواصلة الدراسة ديالو واجتياز الامتحان، وكذلك الطاقم الطبي اللي نسق معنا في واحد الفترة اللي كانت في حقيقة وجيزة، نسق معنا على أساس أننا يخصوا ليه هذا المركز في 20 غشت. أنا اليوم هنا كنساعد الإبن ديالي وكندعمو باش يدوز الامتحان ديالو بحالو بحال كاع الوليدات الآخرين. نحيد دابا هو أنه 15 يوم دابا هو في لوبيتال وما توفرش ليه الوقت باش غادي يخرج ويلتحق بالمؤسسة ديالو باش يدوز الامتحان ديالو. داكشي علاش أنا اليوم هنا باش ندعمو وباش نعاونو. كنشكر جميع الهيئة الطبية والشبه الطبية لأنهم وفروا ليه جميع وفروا ليه كل شيء، أي حاجة كيحتاجها وفروها ليه باش يدوز الامتحان ديالو بخير. وكنتمنى من الله أنه يعاونو ويساعدو باش يجتاز هذا الامتحان.